جوان تعلمت من الفيديو السابق اني ما اقاطع، ما ارفع صوتي، ما احكي وانا بتمي اكل، وكمان ما اقاطع الناس. كمان اذا كان حدا بيحكي كبير استمع له، ومش كل اشي احكي فيه واعمل حالي ابو العريف. الو، السلام عليكم. نيحة، بدكم تزوروني؟ اكيد. اوكي، بس هي شوية حرارة. عادي، فيش داعي تغلب حالك، عادي. لا يا اخوي، لا عادي، انا بصحة منيحة، واذا مصر تعالوا اهلا وسهلا. طيب يلا، مع السلامة. يا راسي. تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. سلامات يا أختي، سلامات. كيف حالك؟ لا بأس عليك إن شاء الله. سلامات، سلامات إن شاء الله. سلامتك عمتو، الله يسلمك. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله، إن شاء الله بخير. شو مالك؟ سلامات. والله إني مريض شوي، علي حرارة. لا بأس عليك إن شاء الله، لا بأس عليك يا أجر عافية إن شاء الله. من متى؟ يعني من امبارح. شو أكلتي؟ شو عملتي؟ شو شربتي؟ والله بس باكل أشياء صحية يعني. شربتي شوربات؟ الحمد لله. لا بأس عليك إن شاء الله. لا إن شاء الله، إن شاء الله أمورك طيب إن شاء الله يا رب. ما عليك إلا العافية. أجر عافية إن شاء الله. بابا. نعم بابا. كحت عم ترى يكون عندها كورونا. شو عندها كورونا؟ لا يا حبيبتي، احنا كورونا وخلصنا. لا بس عليك يا بعا يا اختي، شو انت يعني بتسمعي لكلام الاهل الصغار؟ يا اختي ايش يا فروز؟ سلمت على عمتو؟ سلمت على عمتو؟ بيدك الثاني بابا، ايدك الثاني، ايدك الثاني. اقعد بابا شاطر ولا تشغب. اوكي يلا اركض حوالين الطاوله وانا بركض وراك. بابا شو تعمل؟ تعالوا يا بابا، تعالوا. يلا يا بابا، يا حبايبي، يا بابا. نعم. عمتنا مريضه يا بابا، عمتنا مريضه. طلعي هلا، الله يعينها، مش قادره تحكي. استريحوا بابا، استريحوا حبايبي، لا تغلوا، لا تغلوا، خليكم شاطرين. طمنيني، امورك بخير؟ الحمد لله بخير. والصغار كيفهم؟ ان شاء الله تمام. الحمد لله. الله يعافيك ان شاء الله، ما عليك الا العافيه، امورك ان شاء الله طيب ان شاء الله. حراره شويه بتروح هاي. عمتو. نعم. انا بقول ما فيش داعي تروحي عند الدكتور تشربي زنجبيل واعشاب. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. افتيتي الطب؟ كم سنه درست طب انت بابا؟ الطب ما بده. كيف يعني قلتي لها تشرب زنجبيل واعشاب؟ بابا تعال يا حبيبي، تعال بابا. ما بصير احنا نروح عند المريض ونوصف له الدواء اللي امن عندنا، بلكي لا سمح الله ضره، صح؟ لازم هي تستشير طبيب، تستشير اهل الاختصاص. وهذا الولد اذا ما سكت هلا حروحه، لانه جننها لعمتك. فارس اهدى يا فروس. بابا اهدى، تعال تفضل، تفضل المشاغبه، تفضل. وبصراحه انا غلطت اني جبتك يا بابا، لانه زياره المريض لازم ما يكون فيها ازعاج ولا يكون فيها اطفال. لازم جيت لحالي وطمنت، بس كنا قريبين والله اختي، واتصلت فيك وقلت لك انا هيني جاي لانه كنا قريبين، فحقك علي. بسيطة يا اخوي، اصلا كل الاولاد هيك. الله يرضى عليك يا اختي ويسعدك، دائما حنونة ما شاء الله عليك، دائما حنونة. خليني اقوم اعرفكم احسن ما مليان تفرحنا زي المرة الماضية. ايش؟ ليليان سودة وجهنا مع عمتك. يا اخوي خليني اروح اجيب لكم كاسة شاي. الله يرضى عليك يا اختي، لا تغلبي حالك، احنا ان شاء الله شوي وطالعين. الله يرضى عليك. لا عادي، كلها ضيافة. ابدا ارضى عليك. عندكم مع الشاي بالكعك؟ ما عندنا حبيبتي. طب عندكم مع الشاي بسكوت؟ لا والله. يا الله يا عمتو، يعني انتو ما عندكم اشي بالبيت؟ لا يا عمتو، الخير عنا وعندكم ان شاء الله. استريحي استريحي يا اختي، ما بدنا، احنا ماكلين وشاربين وشوي وطالعين. استريحي. لا الله يرضى عليك، ما بدنا ضيافة، الله يكرمك. سلامتك سلامتك، لا بأس عليك. من السنة يا اختي انه اذا الواحد شاف المريض ايش يقول له؟ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحميك، أن يشفيك، وأن يحميك إن شاء الله كمان. لكن هو الحديث، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا أختي شفاء لا يغادره سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادره سقما.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءً لا يغادر سقما. نكررها 7 مرات إن شاء الله أنك بتطيبي بإذن الله. ولازم ترقي حالك، اقرأي قرآن على نفسك أو حدا يرقيك يقرأ عليك القرآن والأدعية، وإن شاء الله مع أنك تروحي تشوفي طبيب. لا تركني على حالك، ندعي ربنا بنعقل ونتوكل إن شاء الله. الله يرضى عليك يا رب. ننطلق؟ لا يا بابا، بدنا نستنى تيجوا البنات. شو بنات؟ أنت أولادك وينهم؟ والله طالعين، بدهم 2 ساعة وبيرجعوا. لا إذا 2 ساعة، إذا 2 ساعة مطولين، خلينا احنا ننطلق. لا استناهم عادي. بابا إذا تعبان يا عمتي، بابا شو 2 ساعة؟ زيارة المريض لازم صح، ما نتأخر فيها. أنا الله يرضى عليك، بنخليها للمرة الجاية إن شاء الله تكوني صحصحتي بإذن الله. ونيجي ونزورك ونطمن عليكي، بس أنا اللي شايفه إنه إن شاء الله شغلة عارضة وبتروح، شغلة سريعة وبتروح إن شاء الله. يا رب الله يعافيك، بسطنا بشوفتك. طبعا عمتو أنا عندي سؤال قبل ما أروح. إيش هو؟ هاي ربطة طرزان، شو الهدف منها؟ شو ربطة طرزان؟ بابا بتقول عمتو بابا هي ربطة عشان راسها وجعها. بابا أي واحد راسه وجعه مرات بيكون ربط هيك إيش على راسه، صح؟ أول مرة بشوفها. أول مرة تشوفيها؟ الله عافيك، الله عافيك وما تشوفيها يا بابا إن شاء الله. معلش يا أختي لا لا تأخذينا، هي دائما ليليان لما نيجي نزوركم لازم تحرجنا، ما بتعرف إلا تحرجنا. فإحنا بدنا تسامحينا. الله يسعدك يا رب. قومي يلا سلمي على عمتك. سلام من بعد، بلاش تعديني. يا بنت. معلش يا أختي سامحينا. الله يرضى عليك ونشوفك على خير إن شاء الله. الله يرضى عليك. بدك شيء؟ لا. مرة ثانية ربنا يعافيك. يلا السلام عليكم. الله يرضى عليك، استريح مدي حالك. السلام عليكم. يلا فروس حبيبي يلا. نعم عند عمتك اليوم. يلا يلا يلا. وأنا اليوم تعلمت أداب زيارة المريض. أول أداب لازم إني أرفع معنوياته، مو أضل أزعجه وأصير أحكي له والله خذ هذا العلاج، ما ممكن أزيد مرضه. ولازم ما أزعجه لأنه حزيد مرضه كمان. ولازم أقول له ما شاء الله عليك، وأقول له كمان أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. وإشي كمان مهم كتير، ما أطول بالزيارة وأقعد 2 ساعة. وإنتوا إذا استفدتوا احكوا لنا شو استفدتوا. إذا كنتوا بتتابعونا من اليوتيوب حطوا لنا سبسكرايب واعملوا نشر وكمان حطوا لايك. وإذا كنتوا بتتابعونا من الفيسبوك انشروا صفحتنا واعملوا لها لايك وصيروا تابعونا أكتر. بحبكم كتير، باي. بس عمتو يا الله. يلا يلا اضحكي. عندكم اشي بالبيت؟ ما عندكم اشي بالبيت؟ هيك طلع لي اليوم. لا بابا عندهم اشي. طب عمتو طرزة ايه؟ امشي امشي طرزان امشي. طرزة طرزان. يلا استعداد. اوكي خلص. بس عمتو. بس عمتو انا قبل ما اروح عندي سؤال. ايش هو؟ هاي ربط. يلا. احكي هاي ربط الطرزان بسرعة. اوكي. استنى هدوء بس عمتو يلا عيدي. بس عمتو انا عندي قبل ما اروح سؤال. ايش هو؟ ربطة الطرزان، شو الهدف؟ لكل مكانك بخلص بسرعة. طبعا طب شو هالربطة تاع الطرزان؟ يا طرزان استريحي خليها تحكيها صح. قومي قومي. بابا خلص الله يرضى عليك يلا. اوكي احكي بجد، انت بجد بتفعلي عشان انا انصدم. يلا يلا الله صحيح. يوم الإجازة وقهوة رواق وكيف وكل شيء تمام التمام. بيضل عاد الله يعيننا على مشاغل اليوم. شو بدنا نعمل؟ أول إشي لازم يكون الأمور المتراكمة علي بدها تجهيز في البيت. الله لازم نجيب الأولاد ونشوف شو بدنا نعمل. يا بنات. نعم. يا بنات. نعم. تعالوا 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 تعالوا. تعالوا. هلا هلا اللوس، هلا جوجو بوسه، هلا لولو بوسه. كيفكم حبايبي؟ شو الاخبار؟ شو كيف اليوم الاجازه بلشت؟ حلو. اليوم يا بابا في اشياء عندي انا طول الاسبوع ما عملتها لازم اليوم اعملها، لانه انتم عارفين طول الاسبوع الواحد بيكون مشغول بيرجع متاخر تعبان، فاليوم بابا لازم يكون عندنا يوم انجاز. صح. اول شيء بدنا نعمله بدنا نعلق البراويز والتحف اللي جبناهم. صح حلوه. نحطهم في البيت لازم نعلقهم، فلازم شو نعمل هلا؟ نحفر لهم في الدريل، نحفر في الحيط في الدريل ونثبتهم. لا لا بابا بس بدي احكي لك شغله. هلا الناس نايمين. شو نايمين؟ الساعه لانها 9.
طيب شو يعني؟ لازم الظهر قبل العصر تكون الناس صحيوا. مين الناس؟ بابا؟ نزعج الناس الجيران. يا بابا يعني ما هو انا ما عندي يوم اشتغل فيه الا هذا اليوم، ما بقدر غير هيك. اشتغل اي اشي ما بيطلع صوت زي هيك بهاي الاثناء بيصير الظهر مثلا. يا بابا عادي، ما هو اكل لا تحفي وسير. لا بابا لا. ليش بابا؟ الصوت عالي والناس كثير عالي، اذا احنا بنزعج وما بيناموا لازم يا بابا. طب بلكي هم صاحيين يا بابا هلا. عادي لازم نتاكد، بلكي ممكن يكون. والله يا بابا ما عارف يعني هيك انتوا حتخربوا علي شغل. طب ما حشتغل شيء اليوم؟ امبارح حشتغل. شو نشتغل؟ ايش عندنا غير التحضير بالدرس؟ في عندنا كثير اشياء، في عندنا ترتيب للمخزن، وفي عندنا تجهيزات للمدرسه لبكره. نرتب الاشياء اللي تاع ترتيب المخزن، نرتب اشياء المدرسه بتكون اجى الظهر بعدين بتحصل. صح. نبدا فيها؟ فكرة جيدة، وبالفعل حرام نزعج الجيران، اليوم يمكن فعلا نايمين ومرتاحين. أنا نشيط لأنه مش عارف أنا متعود على الصحيان الصبح، أمي بيكونوا مرحين. يلا إذا نبدأ بترتيب المخزن، يلا قوموا يا حلوين. مين هاد؟ مين هاد اللي عم برن؟ مين أنت؟ طيب هلا بنفتح لكم. بصير قلت لهم انه ما يرنوا ازعاج؟ قلت لهم انه اختي نايمه. عم بحكي معهم. الو مين عم برن؟ عمو انتوا ما بصير تزعجونا يا عمو. عمو ما بصير فتحنا لكم الباب يا عمو، ما تضلوا تلعبوا هيك، في ناس نايمين ازعاج، انتوا عم تكبسوا اكيد على كل الجيران صح؟ ما بصير يا عمو ما بصير. انت ابن مين حبيبي؟ انت بنت؟ اهلا وسهلا يا عمو، بنت مين؟ انت بنت الجيران؟ طيب وبعدين؟ عمو لا تضلوا تلعبوا الله يرضى عليكم. شفتي كيف احنا انزعجنا؟ لازم نكون حريصين على جيراننا وما نزعجهم. كثير اولاد بيجوا بصيروا يرنوا على الجرس ويغلقوا. بتعرفي هالحركه هاي؟ بس في النهايه اولاد بيكونوا مضطرين. المضطر بابا هينا جاوبناه. والان صار دور فقرة الرياضة. يلا امسحي الطاولة قبل عشان حقك علي، أنا آسف. أنا آسف يا جار. يلا. اكرم عينك يا جار. حاضر، حاضر. ولا يهمك، ولا يهمك، حاضر. بابا، بابا. نعم. عمو أبو سامي جارنا بابا مزعوج كثير من الصوت. بقول الأولاد عم ينطوا وعنده بابا أمه موجودة كبيرة بالسن تعبانة، فعم تزعجوها. الله يرضى عليكم. بدكم تلعبوا العبوا ألعاب ثانية بابا، رياضية بس بدون ما تنطوا، هي نفسها لفوها على حالكم أنتم عم واقفين. بس ما تنطوا. تمام بابا؟ فاروز حبيبي تعال انت اجيب لك لعبه ثانيه عشان ما تزعج الجيران، ديروا بالكم تضربوا بعض. يلا انت اول بعدين حبيبي خذوا الله ثاني. يلا زين.
ابعدي يلا خذي ربعكم بس بدون نط. هاي هالكاميرا. لا هلا هلا تجيب الكاميرا. بابا اذا انتم مو سامعيني بعض كيف عم تسمعوا هذا الصوت؟ وطي الصوت يا بابا. بابا احنا نحضر ونستمتع بس بابا طلع حتى مش راضي يسكت يا بابا. بابا صح احنا بنحضر ونستمتع بس اذا عصفور انزعج عصفور بابا مزعوج منكم ما شاء الله صوتكم اعلى منه. وطي الصوت احضروا بدون نصيحه بابا عشان ما نجي جيراننا. بتعرفوا انتم من جيراننا عنده امتحانات صح ولا لا؟ وعم بيدرس الصوت هذا يا بابا العالي بيأثر عليه. لو كنتوا انتوا عم تدرسوا حنطلب منهم هم يوطوا صوتهم. دائما بنفكر بغيرنا يا ليليان، دائما بنفكر بغيرنا يا جوان. نكون حريصين انه بتتوقف حريتنا عندما نصل الى اذا غيرنا بتتوقف حريتنا. ما بصير احنا مو بصير حرين بابا فما بدنا نزعجهم. نسمع نلعب نستمتع بدون السياح يا فارس. اوكي اوكي يا فروز. يلا هاي انا بدي احضر معاكم بس بصوت واطي خلينا نشوف ايش صوت بصير. نعمل نسجل ان شاء الله. بعدين هيكم سامعين ليش تعلوا عادي يا بابا كويس اسمع. العصير بان صوته مزعج واحنا نلعب. بنوتات. نعم. تعالوا بابا ودوا كيس النفايات لباب البيت. يلا نفايات. حطوا باب البيت وهلا انا باجي بتاكد اذا سكرت الباب صح ولا لا، تمام؟ هلا لازم نكب النفايات الصح افتح الباب بس شو رايك لانه ريحه النفايات انه حلوه انه احطها قدام باب الجيران. ايش بابا سكرت الباب؟ بس مو بالمفتاح. مش بالمفتاح. اروح انا اتاكد واسكره. طيب خلينا نسكره احسن ما اتاكد منه. اوكي فروسي بدك تيجي معاي؟ انا بس اتاكد بنوتات شو عنده. حطينا عند الجيران الله يقطع شركم يا ولد. يا بنات شكرا. بابا بنات؟ نعم. شو اللي عملتوا هذا يا بابا؟ ايش اللي عملتوا على باب البيت؟ فكرنا انه ريحه بابنا بتصيرش ما حلوه بتصير ريحه شبه النفايات فعشان هيك حطنا على باب الجيران عشان ما تصير. اما نأتي جيراننا عادي يا بابا يعني تصير رائحه عند جيراننا عادي. بتعرفين مع ام الحارس هلا بيجي بياخذ هاي النفايات. بتعرف النبي صلى الله عليه وسلم شو حكى؟ صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. يعني ايمانه بينقص ما بيكون ايمانه كامل. مين بتعرف مين؟ من لم يامن جاره بوائقه. شو يعني؟ اللي جاره ما بيامن الشر تاعه او مشاكله او نفاياته او اغراضه. وحديث ثاني والله لا يدخل الجنه ما بيدخل الجنه اللي بيؤذي جاره او لا يامن جاره بوائقه. يعني احنا بابا ممكن بهذه الاشياء ما ندخل الجنه يا بابا. ما بصير احنا نقدم مصلحتنا على مصلحه غيرنا ومصلحه جيراننا. جيراننا يا بابا النبي وصى عليهم. النبي وصى بسبع جار ازعاجهم ايذائهم المشاكل معاهم هذه كلها شغلات مو كويسه. بدنا ندير بالنا ونحترم جيراننا ونحبهم. اتفقنا؟ وهي المواقف ما بتتكرر وما بتنعاد. حاضر ان شاء الله. ودائما لما نعمل اي شيء نفكر بجيراننا. اتفقنا؟ اتفقنا. الله يرضى عليكم. قلت لك والله ما تعمدت والله ما بدي احكي معك. انا قلت لك بس والله مو بالقصد. سامحيني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شو هيك اللي بيرجع من مدرستهم بيكونوا؟ شو مالكم خير يا بابا؟ اليوم لأنه رددت الجدول بسرعة الصبح فطلعت جايب كتاب جوان معي بالغلط بالشنطة وأنا مو متعمدة. طيب وشو صار؟ إيش صار يا جوجو؟ دايما بتحرجني قدام المعلمة والطلاب. ليش شو صار يا بابا؟ إيش اللي صار؟ يعني أنا إيش أنسى كتابي؟ هي دايما بتتعمد إنها تحطني بهاي المواقف المحرجة.
بابا أنا آسفة يا بابا، أنا قلت لها إني أنا آسفة، وأنا قلت لها إني أنا جاهزة أساعدها وأحكي لها شو اللي أخذناه اليوم. شو ما عملتي أنا ما بسامحك. لا 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 يا جوان. طب يا بابا شو أعمل؟ برافو عليك يا بابا إنك اعتذرتي منها، طلبتي منها تسامحك. أنا بشوف كيف بدي أعمل معها. برضو يا بابا ممكن أنت لو كنتي مكانها وتعرضتي لنفس الموقف تنحرجي. أنا بعرف إنك أنت ما تعمدتي وهي تأثرت الموضوع، لكن إن شاء الله لقينا حل. ما تخاف، يلا بدنا نسأل. صرت أحب إني أعمل مشاريع باور بوينت وأعملها لحالي من دون أي مساعدة. يعني هلا أنت بابا تتقيني لحالك؟ آه. طب هالمشاريع فيها إفادة لإلك؟ إلها كتير إفادة. بابا أهم شيء إنك تعمل إشي فيه فائدة وقيمة إضافية إلك وللناس. مش بس لك انت لحالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا يا ريما، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. ما رديت عليها السلام؟ اصلا انا لسه زعلانه منها. بالك مو زعلان موقف ذيك اليوم؟ انا زعلان لسه زعلانه. بابا احنا خلصنا الموضوع، ما راح اسامحها. بابا احنا قلنا اكثر من يومين وهي خيرهم الذي يبدا السلام، اجت وهي بادرت قالت لك السلام عليكم. ربنا بالقران شو حكى لنا؟ قال والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المحسن يا بابا اللي هو بسامح عن الخطأ. ما بصير نضلنا يا بابا خلص معلقين على نفس الإشي. أخطأت بحقك واعتذرت وقالت لك ما كان قصدها. فلازم احنا يا بابا كمان نسامح، صح ولا لا؟ صح نسامح. الله يرضى عليك. نسامحها من قلبنا من جوانا، مو منسامحها بس كلام. وبنعتبر انه هذا خطأ، لأنه بابا كلنا بنخطأ وخير الخطائين التوابون. فيا بابا هي اعترفت بخطأها واعترفت بذنبها ولا تلك انها اسفة. انا رأيي بابا هلا خلص تقوموا تلعبوا مع بعض تستمتعوا بوقتهم، اوكي؟ وانا خليني اشوف السيد فارس شو بده. ايش يا حبيبي؟ انا يلا زكيها يلا. أسامحك هالمرة. يا الله صح، أنا دايما بتعمد إني أضايق جوان وأعملها هيك، بس والله أنا بالغلط. بتمنى إنها تسامحني. صح أنا كتير مرات أخطأت بحقها، بس كله كان بالغلط. سلامتك يا بابا يا جوجو، سلامتك. ألف لا بأس عليكي. إن شاء الله يا بابا شدي وبتزولي يا رب. الله يعافيك يا بنتي، الله يعافيك. وبالنسبة لبابا للمدرسة قلت لك لا تقلقي، أنا حكيت مع الإدارة قالوا لي حنعدل هالدروس، أهم شيء صحتها وتكون إن شاء الله أنها بالسلامة يا رب. لا بأس عليك يا حبيبتي. السلام عليكم. سلامتك جوان. أهلا يا لولو. أهلا يا بابا. ماما حكت لي إنه جوجو تعبانة فحبيت أجيب لها الدواء. شكرا يا لولو، موقفك هاد عن جد بين انك بتحبيني، وانا عاسفة على هذا اللي اني ما سامحتك. فهي اختي احنا منضل خوات وحبيبات. شفتي يا بابا يجوجو كيف؟ كلنا يا بابا بنخطأ، وانت هلا اختك جاي جايبت لك الدواء وانت لفيت وجهك عنها انك زعلانة منها. كلنا بابا بنخطأ وكلنا بنتعرض للإساءة وكلنا لازم نسامح بعض. مواقف كثير يا بابا ممكن تصير معنا، لازم الواحد يسامح. هي اخطأت بحقك وجهك اعتذرت، فانت لازم تسامحيها. وبابا في ايش المقولة بتقول؟ إذا احنا قابلنا الإساءة بالإساءة، إذا كل واحد بده يسيء بنقابل بالإساءة، فمتى تنتهي الإساءة؟ يعني لو كل واحد بده يعمل خطأ، الثاني بده يرد عليه بخطأ، متى بده يوقف هذا الخطأ عن الناس؟ فلازم احنا يا بابا نسامح ونعفو، وقلنا والله يحب المحسنين، الله بحب اللي بيسامحه. أول شيء يعطيكم العافية، نتمنى نكون إن شاء الله الفيديو عجبكم، فيديو التسامح، ووصلت الرسالة اللي كنا حابين نوصلها، نحن بنخطأ كلنا بشر. وكلنا عنا أخطاء، لكن التسامح شيء طيب حتى تستمر الحياة بسهولتها. جوان اليوم حضرت لنا فيديو على الباوربوينت كانت عملته قبل ما نصور، وهو صراحة هو اللي جاب لنا الفكرة، قصة عن التسامح. جاهز يا جوان؟ يلا تفضلي احكي لنا إياها وخلينا نشوف إيش العرض تاعها. هلا رح أحكي لكم شو عملت. أهلا وسهلا بكم
في عرض التسامح. طبعا هذا كله شغل جوان صح؟ يلا بسم الله تفضلي. الآن سأروي لكم قصة عن التسامح. تمام. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك طفل يلعب في الحديقة. رأى الطفل صديقه سامي يلعب في لعبته، فقال له الطفل: هل يجوز أن آخذ اللعبة أيوة إلى بيتي وألعب بها؟ نعم. قال سامي: نعم يجوز. حلو كريم يا سامي، حلو. أخذ الطفل اللعبة أيوة، وفجأة انكسرت وهو يلعب بها. أيوة يعني زي ما عملت لولو، أخذت الكتاب. تمام بعدين. وفي اليوم التالي ذهب الطفل إلى بيت سامي حزينا. دق الباب ففتحه له سامي، ورأى الطفل حزينا. تمام. فقال له: لماذا أنت حزينا؟ قال الطفل: أنا آسف، فقد كسرت اللعبة. تمام. قال سامي: لا بأس. قال الطفل: هل تسامحني؟ قال سامي: أنا مسلم، أسامح الناس، أنا أخاف ربي. يا سلام. قال الطفل: شكرا جزيلا يا صديقي. يا سلام. طيب يا جوانا، إيش تعلمنا من هالقصة؟ إنه نسامح الناس لأن إحنا منخاف الله، وإحنا ما نعمل إلا الأشياء الصحيحة عشان ربنا. يا عيني عليك، وإنت سامحتي لي ليان؟ أكيد. خلاص؟ الإسلام ما بصير مسلمين يضلوا مخاصمين بعض لمدة 3 أيام، أكثر من هيك ما بصير. يا سلام عليكم، نتمنى تكونوا استمتعتوا. أكيد إذا عجبكم الفيديو إيش لازم تعملوا؟ لايك وشير وسبسكرايب. وإحنا بنقولكم في الختام لا تنسوا تعملوا لا اللقاء. خلاص الله معكم، إلى اللقاء. موقف اليوم بابا. يلا بسم الله، يلا 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 يلا. هذا بابا تاع الغاز دائما بالعاية والحلقات كلها بيكون موجود معنا. بالضبط. هو بدي يشوف، بدي يعرف اذا بنعمل فيديوهات. طول. على موسيقى رايحة حاطة لنا. ما نحط كواليس. صور كواليس. كواليس بعديان مليان. لأنه كمان شوي. احنا نرجع على التصوير. يلا. لما يروح الصوت ده يا بابا. طيب زين تصويرنا رايح عليه هذا. لأنه بيخاف الله. لحظة شوي. الراعي الرسمي. هسه بتشوفه كمان. يا الله هلا نوم لما نيجي على الصالون بيبدأ. يعني لو سمحتي. نعم حبيبي. كان اليوم. الله يسعده. يسن فور استنى يا بابا. خلاص بابا. اسمع الصوت، اسمع الصوت. صوت ايش هذا؟ اسمه الغاز. اسمه الغاز. مش هاز، الغاز. الغاز. غاز. هاز. اوكي هاز. وبعدين اكلت كل شيء احمر. يعني جدا. السلام عليكم. عليكم. كيفكم يا حلوين؟ شو اخباركم؟ تفضل. بسم الله بسم الله. شو اخباركم؟ الحمد لله. طمنوني شو الاخبار؟ شو الاحوال؟ كثير حلوه. تعالي اليوم هلا حنحكي لك شو عملنا اليوم. اها يلا شو عملتوا اليوم؟ اليوم بحصه الفن رسمت اشي وبدات الونه واطلع شوي بنا الاخضر، بعدين بابا. جبت الاخضر بابا. جبت لنا معك اشياء. ايش اشياء؟ اشياء يعني من برا زي ما طلبنا. بابا انت عم تسالينا عن اشي وتهم تحكي. طيب بصير نقاطعها؟ كم يا بابا؟ اخضر واصفر، بعدين طلع اللون ازرق. تمام بابا. انا ما كان عندي لون ازرق. اي حبيبتي. اه حبيبتي دقي بس دقي بابا، خليك كمان عشان اسمع لك بشكل كامل. اوكي الله يرضى عليك. طب ممتاز بابا. ممتاز. طيب إيه بابا بس كنت قاعده اليوم لعبت مع فارس، اقولك شو عملت. طيب بابي اختك ما كملت. بس خليني. حاضر وعد الا اسمع منك كامل كلامك. بس بابا ما بصير نقاطع. لو انت كنت عم تحكي وهي قاطعتني شو شعورك بيكون؟ صح؟ خليها تكمل هلا بسمع لك دقيقة واحدة. أيوة بابا، بس بابا إذا كملت قولي لي كملت عشان أسمع من جوانا. أوكي، وبعدين؟ وبعد ما خلصنا التلوين. أها. فرجيتها لماما. تمام.
وخلصت كلامي. تمام التمام. شفت يا بابا؟ خلصت. تفضلي. يعني انا بسمع لك. اي يا حبيبتي شو عملت اليوم؟ اليوم بابا لعبت مع فارس. وكمان ساعدت ماما ورسمت كمان في البيت. لعبتي مع فارس ولا غلبتي فارس؟ لعبت مع فارس. لا لعبتي ولا غلبتي؟ طيب انبسطتي مع فارس؟ اكيد. وكنت اليوم كان يوم رائع؟ كتير رائع. شفتي بابا خلصت له كلامها؟ هلا سمعت لي كامل كلامك وتناقشت فيه زي ما انا سمعت لها كامل كلامها وتناقشنا فيه. فلازم ايش نعمل لما يكون الناس عم بيحكوا؟ نسكت. ما نقاطع صح؟ صح. الله يرضى عليكم. يلا يلا ايش بدنا نعمل هلا؟ ناكل فواكه. اوبا فواكه. يلا يلا بسرعه بسرعه. بسم الله بسم الله. هلا حبدا اقطع لكم. ايش رايكم نبدا بالتفاح؟ تفاح. يلا حاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تحبي التفاح الاحمر يا جوجو؟ كثير انا كثير. بسم الله. يم يم يم. جوجو بقشره ولا بدون؟ بقشره اكيد لانه بفيد. القشر بتاع التفاح بفيد؟ بفيد في بروتين. ايش هو اللي فيه بروتين بابا؟ التفاح بيحكوا الناس. بابا انت اي شيء بتسمعيه بتحكيه؟ بابا البروتين مش بالتفاح، البروتين باشياء ثانيه. البروتين بابا في بالضبط في اللحوم في الاجبان فيها بروتين بابا، اما التفاح ما فيش فيه بروتين. عرفتي كيف يا بابا؟ انا بابا هلا ان شاء الله بخلص لكم التفاح ومباشره وين لازم اروح؟ بدي اروح على الجيم اليوم. صح بابا صح، لازم تروح على الجيم عشان تصير قوي. واكثر أبدأ شيء ست ساعات. ست ساعات إيش بابا؟ جيم عشان تصير قوي. بابا أنت مفرقة بين مخربطة بين النوم اللي لازم يكون من 6 إلى 8 ساعات وبين الرياضة. بابا فيش 6 ساعات رياضة. بنتي هي بلعب 6 ساعات. ما شاء الله عليك بابا، حتى الجيم بتفهمي فيه؟ أنا بفهم كل شيء. إيش؟ أنا بفهم كل شيء. بابا أنت بتفهمي بكل شيء بس أنا رأيي لو إنك بابا تبلع اللقمة وتحكي بيكون أحسن. لانه ما بصير نحكي واحنا في بدون اكل صح؟ صح. لا سمح الله ممكن تتشردقي وممكن لا سمح الله وانت عم تحكي يطاير علينا شويه اشياء وتربط علينا الدنيا بابا. شوفي هاي الصوره بتجنن. اعطيني دوري. لا ما بدي دوري. لا مش دوري. انت كل مره بين الاشياء المشتركه بتاخذيها. دوري. يلا دوري دوري. انا ايش في يا بنات؟ ايش في؟ بسم الله. ايش مات بابا؟ بابا دوري. بابا انت اول شيء هاي من رابطك لا سمح الله بلاش ايديكي. دوري. ايش مالكم بابا؟ دوري انا. هي كانت بتصور لي هذه الصوره وهي قبل ضلت كثير طويل الوقت وهي لها ساعه. بابا اولا ما بصير نتخانق مع بعض، ثانيا بابا ما بصير نعلي صوتنا بالكلام واحنا عم نحكي بصوت عالي مع بعض لانه لا انت فاهم انا لا انا فاهم منك ولا فاهم منها صح؟ صح. لذلك هلا بتحكوا لي شوي شوي وافهم ايش الموضوع. هي لها ساعة. رجعنا نحكي مع بعض بنفس اللحظة، تفضلوا. أنا هي بلشت بتاخذها هي كل الأشياء المشتركة بتاخذها إلها. هي لها ساعتين عليها وأنا ما باخذ كل شيء مشترك. باخذها منكم التنتين، اتناقش مع بعض بأسلوب تتفقوا مع بعض بأسلوب مؤدب وكمان بابا لما نحكي ما بنرفع قلنا صوتنا ولا بنرفع أيدينا على بعض، تفضلوا تناقشوا. لو سمحت بابا دوري. تناقشوا مع بعض. أنا دوري، أنت كل مرة بتأخذ. رديت ورجعتوا مع بعض تتهاوشوا، تناقشوا بأسلوب مؤدب وبصوت واطي. بعد 10 صور بعطيك إياها. اتفقتوا؟ مش موافقة؟ بدها بعد 10 صور تعطيني إياها وهي إلها ساعتين عليها. طيب شو رأيك الحل؟ أنا آخذهم. بس صورة واحدة. صورة واحدة بس. بس واحدة. شفتوا يا بابا لما تتفاهموا مع أحلاكم؟ يلا صوروا صورة وأعطيها إياها. اضحك بابي. فانا زي ما حكيت لك كثير 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 بحب البسس. بابا بس انت ما بتخافي انها تخرمشك؟ يعني هلا بخاف بس يعني ممكن بمره مثلا ما اذا ضلينا وراها يعني نضل نضايقها بتخرمش، اذا ما ضلينا نضايقها ما بتخرمش بتضل اليفه معك. يا بابي بس طيب بلكي ماما مو حابه موضوع البسس. لولو لولو تعالي تعالي استني تعالي العبي معي. بابا بحكي تعالي. هيك بابا الواحد بفوت عم بحكي انه يا موضوع بابا هيك دخلتي؟ عادي بابا هو شي استأذني في ادب استئذان عم بحكي انا وياها بنكمل انا وياها الموضوع بعدين انت بابا بتروحي. لا سمحت بابا خليني العب معك. لما اكمل انا وياها الموضوع وتخلص بتروح معي. طيب بعدين بابا لما الكبير يكون عم بيتكلم
الصغير لازم يستأذن بالكلام. حاضر. ما بيجي يدخل مباشرة بالحكي. حاضر. بتحبي تشاركينا؟ تفضلي. أهلا وسهلا. تفضلي. أي نعم يا لولو. فأنا يا ليليان في موضوع الأساس وجهة نظري بابا. إنه إحنا فيش لازم. بابا. فيش داعي لوجهة نظرك. المهم إننا بنحب البساس. كيف يا بابا فيش داعي لوجهة نظري؟ ما في داعي عادي. يعني أنت أول إشي قاطعتيني وأنا عم بحكي، واثنين ما احترمت رأيي. بصير ما احترم رأي الكبير بابا. أنا بعرف رغبتكم وبعرف حبكم للموضوع، بس لازم أقنعكم بالعقل. إذا اقتنعتوا عقلياً ونتفق كلياتنا على إشي معين، ما بصير أنا أجبركم على شيء أنتم ما بتحبوا، ولا بصير أنتم تجبرون على شيء إحنا مش مقتنعين فيه. صح؟ صح صح. فلازم يكون في اتفاق بيننا كلياتنا كبيت. الحمد لله. يرحمكم الله. يرحمكم الله. هلا بتحبوا تروحوا تلعبوا تكملوا لعبكم؟ يلا يلا بسرعة بسرعة. الله يهديهم ويصلحهم البنوتات. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أحسنتي، هيك أنت كملت الصورة. الله يرضى عليكي ويصلحك يا بنوتي حبيبتي. جوجو. نعم. حفظت صورة الحجرات بابا؟ كاملة. سمعتيها كويس؟ سمعتها كويس. بابا؟ نعم؟ أيوة. وقفي بابا اللي بإيدك دقيقة. وقفي اللي بإيدك بابا عم بحكي معك. لو سمحت بابا. أنت لو سمحتي بابا شوي بس بابا. حبيبتي هاي مهم بابا. بابا شوف شوف وقفي شوف شوف وقفي شوف. لو سمحتي لما يكون بابا حدا كبير عم بحكي معك بتتفرج عليه وانت عم تحكي معه، مو أنا بابا عم بحكي معك وانت ملتهية. من أدب الحديث لما حدا يحكي معك تتفرج عليه. ومن أدب الحديث كمان بابا لما حدا يحكي معك نحكي بأسلوب مؤدب ونبتسم. صح؟ صح. شو رأيك تكملي حفظ الصورة اللي عليك بإتقان بعدين تلعبي براحتك لمدة معينة بنتفق عليها؟ طيب. اتعلمت من هذا الفيديو إني ما أقاطع، ما أرفع صوتي، وما أكل، ما أحكي وأنا بتمي أكل، وكمان ما أقاطع الناس. كمان إذا كان حدا بيحكي كبير أستمع له، ومش كل إشي أحكي فيه وأعمل حالي أبو العريف. وفي الختام بدنا إياكم تدعمونا وتحطوا لنا سبسكرايب ولايك وتضلكم تشتركوا بقناتنا. باي.